ها حسبت الحسبة ولا لسه؟ والله أنا قاعدة سايبة شغلي والفيلم هو عمال أحسب الحسبة. أهو أنا بقى موضوع الحسبة ده مضحكني جدا، يعني عاملة نفسك عميقة على الفاضي. يعني لسه ها؟ بص أنت عمال تشتغلني، كل شوية تقولي براحتك واصبري، وأنت أساساً عمال تزن عليا. أصل الموضوع يعني مش محتاج كل اللي أنت بتعمليه ده، الموضوع سهل جدا جدا يعني، ارمي كل حاجة وراكي وما تركزيش غير معايا أنا وأنت بس. يمكن يكون عندك حق ويمكن لأ، بس أنا مش عايزة أخسر نفسي. صدقيني والله هتكسبي نفسك ومش هتندمي لو بقيتي معايا، بس أهم حاجة تبقي عارفة إن أنت عايزة تبقي معايا. بص هي حكاية الصدفة دي هي علامة الحاجة، يعني ربنا كاتبها زي ما أنت قلت، من ناحية إن أنا عايزة أبقى معاك فأنا عايزة أبقى معاك. بصي لي كده ليه؟ عشان تعرفي ان انت كمان مفقوسة. اديني قفشتك. اعترفي. مين ده؟ ما انا قفشتك برضه. ماشي. احنا الاتنين مقفوشين. طب قولي. قولي وانا اقول. لا. قولي انت الاول. انت اللي كنت بتتكلمي مع حد. ده نفس الوقت. اصل انا ما حكيتلكيش على اللي حصل مع يسرا. لا ما حكيتيش. احكي. ماما انت مخوفاني. هي راحت فين دي؟ مشغول في حاجه يا حبيبي؟ لا يا حبيبتي اتفضلي. ما تعرفش باباك فين؟ موبايلاته كلها مقفوله ومش عارفه اوصل له. لا يعني أنا مش عارف هو فين الصراحة. طيب ما تسألي فايز السواق. ما أنا عملت كده فعلا، ما بيردش، حتى كلمت نهال ما تعرفش حاجة عنه، وده اللي قلقني. ما تقلقيش، هيكون فين يعني؟ هتلاقيه في أي حتة ما فيهاش شبكة مش أكتر يعني. طيب أكلم كمان الورداني وأسأله عنه. سألي على مين يا فادية؟ كده يا جهاد تقلقني عليك، كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت. نهال كلمتني قالت لي ان انت كنت بتدوري عليا، ودلوقتي وانا داخل سامعك بتقولي ان انت كنت عايزه تكلمي كمال الورداني. انت عايزه تضحكي الناس علينا ولا ايه؟ باشا استهدى بالله يا باشا، يا مش قصدها حاجه، كل الموضوع انها قلقانه عليك عشان تليفوناتك مقفوله. طب وايه المشكله؟ كنت في مكان ما فيهوش شبكه. ايه بقى التصرفات الساذجه دي؟ مش عايز اعرف انك عملت حاجه زي كده تاني، مفهوم؟ معلش معلش. شفت الطريقة اللي بيكلمني بيها دي؟ كل ده علشان قلقان عليه؟ ما انت عارفة ابويا وطريقته، كل الموضوع ان هو مش عايزك تتوتري عليه بزيادة على الفاضي. الحمد لله انك طالع حنين مش طالع زيه. انت عارف
كان هيبقى صعب عليا جدا اني اكتر اتنين بحبهم في حياتي يبقوا قاسيين عليا، بس الحمد لله اديني اتعودت على كده. ربنا ما يحرمنا منك يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ نعم. انا عايزك دلوقتي تخشي له، بس اوعي تتكلمي معاه في اي حاجه. بس انا قلت لك 100 مره الرجاله ما وراهاش غير المشاكل والقرف. ارجوك يا ماما ما تاثريش على قراراتي، وبعدين قلت لك يسرى قلبت عليا وخلت ساره تعمل لي بلوك. ملهاش حق، كان لازم تسمعك وتفهم منك. بصراحه قلبتها دي تخوف، بس اللي يخوف اكتر علاقتك بمراد. اصل بصراحه انا بخاف قوي من الناس اللي معاها فلوس بزياده دي. يا غاليه فكري في بنتك. فرد فعل عبد الله فينا احنا. يا ماما انا مش ههمل بنتي ومش هبعد عنكم. بالنسبه بقى لعبد الله هو ملوش عندي حاجه. وبعدين يا ماما انا لو جالي انسان كويس بيحبني وبيحترمني ليه لا؟ ليه ما اخدش فرصه؟ يعني انت خلاص كده اخدتي قرارك؟ والله يا ماما هي مش موضوع قرار. بصي انا هروح ليسرى، لو يسرى صدتني يبقى دي خلاص علامه من عند ربنا، بس لو هي سمعتني انا خلاص هنهي الموضوع بتاع مراد ده خالص. وانت طبعا نفسك انها تصدك. والله العظيم يا ماما انا ممكن اسيب الموضوع خالص لو يسرى اتصرفت معايا بالشكل الصح. بعدين انا متربيه وبراعي العشره والصحوبيه. بنت اصول زي امك وانا معاكي في اي قرار تاخديه. واضح ان الدكتور معتصم غير كتير. ستر عليكي، انت لازم ترديها لي غمزه بغمزه. اه ما بسيبش حقي غمزه بغمزة. بعدين ايه معتصم؟ انت قوي ما عملتي معتصم موضوع يعني. يا ماما ما تحوريش عليا يا ماما. بقولك ايه، انا نفسي دكتور معتصم ده يطلع انسان كويس. انت اتطلقتي وانت صغيره، ليكي حق تحبي وتتحبي، ليه لا؟ يعني انت بجد شايفه كده؟ ها اه شايفه كده. طب ما دام ده رايك بقى، طب ما اروح بقى اعمل شعري كويس واعمل ضوافري اعملي لي بسامه من شر مناخيرك انفخي شفايفك من اللي انت عايزاه. انت حقك تتبسطي، انبسطي وسيبيها كمان انبسط. يلا طيب. فياد الصبح عمال بتكلمني وبكنسل عليك، ايه موضوعك؟ شو في ايهاب بيك؟ كل اتصالاتي ما عم بترد عليا وكل اهتماماتك صارت مع دليدا، ما عم بفهم شو القصة. شو قصة ايه يا حبيبي؟ انتوا الجوز نصابين وواقعين تحت ترسي. اشغل دليدا، اشغلك انت، اشغلكم انتوا الاثنين. انا حر، مش بتقبض يا ابني، خلاص مالكش فيه بقى. بقولك ايه، ما تخلينيش ازعل منك.